BOMB بوم يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج شباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. ما شاء الله تبارك الله، البيت عجبني ونفس المواصفات اللي انا بيها يا عم. اسمع، اذا انت صامل هالحين نروح للمكتب ونكتب العقد، لان البيت تو عرض علي اليوم، ولا واجد اللي يتصلون علي يبونه. لا 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 لا، ابيه البيت، بس ودي اسال عن الجيران، وش وضعهم؟ في غثاء، في ازعاج، بزران؟ لا 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 لا، ما من ازعاج ابد. جيرانك هذول من كثر ما هم هادين يحسبون هالبيوت مهجوره. زين، أجل على بركة الله. يا عامر، سمي الغالية. خذ الشاهي والقهوة. الله يكثر خير يسمه، ليه هالتعب؟ عندنا بالاستراحة قهوة وشاهي. مو هو بالاستراحة، هذا البيت جارنا الجديد اللي سكن جنبنا، خذه وقول له إن الوالدة تبي رقم زوجتك عشان يكلمونها يجونها يزورونها هي والجيران. أبشر يمه. السلام عليكم. خير خير يا ابو، ايش فيه؟ رد السلام يا اخي، قلنا السلام عليكم. يا اخوي كسرت البيت يا اخوي، لعبت فيه يا اخوي. وعليكم السلام، خير وش تبي؟ انا عامر ولد ابو عامر، هذاك بيتنا، وهذه شاهي وقهوه جايبتها امي ضيافه لكم. في احد اشتكى لك قال لنا احنا نبي شاي وقهوه؟ انا من يوم ما شفت القفازات السود وانا غاسل يدي، شكلك من عشاق القهوه السوداء، اتحداك يا باريستا. اقول له حبيبي روح لبيتكم، ها؟ خذ الشاي والقهوه وودها بيتكم وتقهووا، لا عاد اشوفك الباب البيت. ها بس امي مسويتها وتعبانه. يلا 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 توكل على الله. يلا متجملين معك حنا. يلا توكل على الله. يلا طب خذها بس مجامله يعني. ايش في ذا؟ وشو اللي رجعتها؟ رفض يستلمها وقفل الباب بوجه النفسيه. رفض يستلمها؟ والله من سلوبك اللي مثل وجهك تاني عرفت على نفسك، قلت انا عامر ولد ابو عامر، لكن ماش قليل دبره. انا قليل دبره؟ قسم بالله سويت كل اللي قلته. ما ظنتي، انا متاكده انك اخطيت على الرجال، ولا ليش يقفل الباب بوجهك؟ انا بروح اصلح الموضوع مع الرجال، وانت انزل وخر على وجهي. سم ابيكم يا جماعه تروحون معي نعزم جارنا الجديد على ذبيحه. فنان لا فض فوق يا ابو عامر. كفو ابو عامر، حق واجب، يستاهل جارنا الجديد الذبيحه. يا ابا والله هذا الادمي ما يستحي، ساعه عند الباب ما يفتح. والله انك صادق، ساعه ننتظر. يا جماعه خلاص مشينا. يا جماعه استهدوا بالله، يمكن الرجال مريض مو موجود. العيل ابو الحضريق ومشكب. وش عندكم انت؟ ابو عبيد جابك الله، نبيك تعطينا رقم المساج الجديد، نبي نعزم حنا يا اهل الحاره. ومن قال لك انه يبي عزايمكم؟ هذا رجال اللي هو اجتماعي ولا يبي يتعرف على احد من الجيران. يلا توكل على الله. عجيب. يا الحبيب، هلا طالب طلبية؟ لا، بس يمكن سليمان طالب برجر. لا مو برجر، طلبية من الصدرية، ممكن تسلمي عنه؟ أقول يا طيب الطلب لي انا، انا اللي طالب الطلب يا اخوي. اخوي اصبر اصبر. سلامات يا الجار طالبني بر. يخرب بيتك الحاره كلها درت اني طالب بر يا اخوي. هات هات. وش دخلك يا اخوي انت؟ ما تنام انت. حرقت حرقت. وش تبي فيها؟ بعدين وراكم شخص الموضوع انت. سلفت ذا. هلا عامر، انزل انا عند بيتكم بعطيك حافظات جريش وقرصان من الوالده، يلا من قدك. اسمع يا درج انا بالاستراحه، شكرا مقدما، عطا سليمان موجود بالبيت وتعلنا بالاستراحه. يلا يلا اوكي، باي. لا لا بريطانيا دولة ما هي مدينة يا جاهل. ما تقرأ أنت في الجيولوجيا؟ إيش دخل الجيولوجيا دحين في الموضوع يا فقي؟ بعدين عمرك كذا سمعت عن منتخب اسمه منتخب بريطاني؟ ما في، لأنهم ما يحبون الكورة. أسمع يا عامر. إي عامر يا أبو. ها وش تبي أنت؟ لا لا الموضوع كذا كبير، مسرح ومتنح، إيش الهرجة؟ جارنا وضعه مريب، أنا من مرتاح له. ماله؟ بيتهم تطلع منه أصوات غريبة. وراك فهيت أنت وياه. اللي سويته يا أبويا، إيه، بيوت الناس لها حرمة، عيب تقعد تتصنت عليهم. وخصوصاً إذا كان جارك. مو بنت وياه تعلموني العيب، أصواتهم واصل بيتنا، تفهم ولا ما تفهم؟ السلام يا عيال. وعليكم السلام. عامر، وش وضع جاركم الجديد ذا؟ وش فيه؟ يا ابوي وضعه ربش الربش، شطفني شطفه غير طبيعيه، دخل سيارته جوا البيت وسكر الجراج. ها شفت انت وياه؟ ولا ياسر ما يعرف حرمه البيوت؟ يا عيال انا مسكت براسي اني اروح لبيتهم واعرف ايش سالفته. يلا مشينا. يلا. يا عيال هذا بيتهم. ليه ما نوقف عند باب بيتهم؟ ما بقول انت درج، تبيهم يكشفونا. يا عيال تسمعون الصوت؟ اي والله، صوت مين ذا؟ هذا الرجال اللي اقول لكم عنه. الوضع ما يطمن. مسكين الرجال جالس يصارخ، وش بنسوي؟ انا اقول ما لنا الا ننقذه، نقمز الحين ونطلعه، وانت يا كفته ارجع عند السياره وراقب، واذا جاء الرجال دق علينا، اوكي؟ يلا يلا. يلا ياسر، انت اطولنا، شوف شغلك. يلا. الباب مقفل يا عيال، وش نسوي الحين؟ ايه الوضع صار يخوف، خلونا نمشي. اهدى اهدى، ما انا بطالع من هنا الين ما اعرف ايش السالفه. اسكت انت. احنا جينا نساعدك. اطلع برا، اطلع برا. طيب تحتاج مساعدة ندق على الشرطة. أبو عامر كيفك؟ كفتة؟ ياوا زاد أنا أقول وش هالسيارة اللي عند بابنا؟ أيوة أنتظر ولدك عامر وياسر وشكوش. وأنا فيه بيتي؟ سر ما أقدر أقول لك. عجيب والله. خليني أساعدك بالأغراض. اي والله الله يعافيك، حطيه بالحوش. هيا هيا. يا عمي خلينا الحراميه يلا نمشي. كفتة هلا كفتة متأكد؟ طيب طيب جاي يا عيال جاي. كبره انت حط على الصامت. كفته اسحب عليه ذا البزر ما دق علينا الا يوم الرجال دخل البيت. طيب وش نسوي الحين؟ يا عيال لازم نزمن واذا ما قدرنا ندق على الشرطه. قسم بالله مسكنا ذا النفسيه نذبحنا. قلت لهم اطلعوا برا يا حراميه، بس الظاهر انهم حسوا فيك وانحاشوا. زين انت لا تشيل هم الحين، ابيك تنام وترتاح واترك الباقي علي. خلني بشوف من اللي يدق الجرس. السلام عليكم. خير يا ابوي، ايش فيه؟ ابغى اصدقائي. اصدقائك؟ من هم اصدقائك؟ اصدقائي عامر وياسر وشكوش. خلهم يطلعوا، واذا ما طلعتهم راح تندم. ساتر. متأكد انهم اخوياك؟ ايوه اصدقائي في الاستراحة، بس قالوا عندكم واحد مريض ويبغي احد يساعده وينقذه منك، بس شكلك طيب. ما تخوف. ايه مرة. طيب خلنا ندخل داخل، احنا عيب وقفنا عند الباب نسولف، خلنا ندخل نتقهوى. طيب شوف الطريق وخلي زوجتك توخر، قول لها راجل جاي، وخذ هذه عند ابو عامر اللي ولدوه عندكم. يوسف فندي بعد؟ تكي في مزرعتهم ولا في بيتهم ولا؟ لا لا ابشر 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 الله يكثر خيرك. خليني اشوف الطريق يا ولد. في رجال بيدخل عندنا درب. هيا هيا امشي امشي قدامي. هيا تفضل. هيا تقهوى. اعطي الشايب اول. اقول لك فين اصدقائي عامر وياسر وشكوش؟ اخوياك موجودين في الحفظ والصون، هالحين اناديهم لك. اجلس استريح، انا بتصل عليهم عشان يجوا ويتفاجئوا اني موجود. النكبة لا تدق، انتظر برا لين يجيك، تفهم ولا ما تفهم؟ كيفك يا عامر. من انت؟ انا اخوكم وجاركم زيد. على فكرة ترى اللي سويتوه هذا مو عيب، وانا فخور فيكم ومبسوط اني ساكن في حارة فيها شباب امثالكم يخافون على جيرانهم، بس للاسف انتم فاهمين الموضوع غلط. اغبياء جار اغبياء. تعال يا عامر، طلع الرجال ما هو حرامي مسكين. انا اقول تعالوا خلني اقهويكم وافهمكم السالفه كلها. شكلنا استعجلنا. وش السالفه؟ ما ادري، بس تعالوا نعرف باقي الموضوع. انت روحوا انا خلوني هنا. يا ابن الحلال لا تخاف، لا تصير زلابه انت، امش. واخوي يبغى يسبقني وياخذ ابوي عنده في البيت الحالة، ويبي هو اللي يبر فيه، خصوصا ان ابوي الحمد لله على كل حال ابوي عنده المرض الخبيث في رجله، للاسف ان ما لحقنا عليه والمرض انتشر في كل جسمه. الحمد لله على كل حال. بصراحه انا قلت ابغى اكسب اجر ابوي واخذ بره لين اخر يوم في حياته، وخصوصا ان ايامه معدوده وهذه علمه عند الله. فكرت باي فكره قلت لازم انا ابر فيه. صراحه الفكره اللي جت في بالي اني انحاش من كل الناس واني ادور لي فله واستاجرها واجي انا ابوي فيها وابر فيه، على الاقل اني اكسب اجره الى اخر يوم في حياته. يعني ذا ابوك؟ ايه هذا ابوي اللي تركت الناس كلهم عشان ابر فيه اخر يوم في حياته. عاد تكفوني يا عيال، اي احد يسال عني لا تعطونا اي معلومه، وخصوصا اخوي. ما بيجي وياخذ ابوي مني. انا لا يمكن اخلي احد يجي ياخذ ابوي، انا ودي ابر فيه يا عيال. اللي سويته شيء ما كنا نتوقعه. الله يرزقنا بر عيالنا. اللهم امين. بصراحه انا ما ادري وش اقول لكم، لكن الله يجزاكم خير. وعن اذنكم يا عيال انا بروح اشوف ابوي، اخاف يحتاج شيء وانا ماني بعنده. عن اذنكم. يا أخي ما شاء الله عليك، يلا مشي علينا. ما عندك استراحة يا وليدي تروح وتريحني؟ الاستراحة وسلمناها، وأخذنا عهد أنا وأخوياي أن نقضي باقي أيامنا في رعاية والدينا. ولا تظنك شيء، فارزني انزلع، شايفني محرول قدامك؟ لا 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 لا، بسم الله عليك يبا، لا ما انت محرول، بس انا ودي ابر فيك. تكفى يبا تكفى، لا تحرمني الاجر، خلنا ابر فيك لين ما تموت ان شاء الله. عجيب والله، انت انهبلت انت. خبر عاجل. بعد توفيق من الله في الساعة 3 فجرا تم القبض على المطلوب جزا بن ذعار مع مرافقه زيد بن راشد بعد ان حاول الهروب الى خارج المملكة. ويعد المطلوب جزا ومرافقه زيد من اهم واخطر المطلوبين في ترويج المخدرات، وتم محاولة القبض عليهم قبل عدة أيام في مداهمة، وقد أصيب جزا ولكن لاذ بالفرار. كذاب.